أهلا وسهلا فيكم من جديد وبثاني استضافاتنا لليوم، وحيث جمعية ثقافية. كنا بإطار الثقافة نتحدث اليوم، وسنبقى في إطار الثقافة. جمعية وعد الثقافية، هذه الجمعية التي تعنى بكل شؤون الثقافة وما يتعلق بالثقافة. خلينا نستضيف رئيسة الجمعية لارا اللحام، أو عضو عفوا بجمعية وعد الثقافية لارا اللحام. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. سعد صباحك، نوريتنا صباحك. بالاستوديو. تسلمي، شكرا. يعني هذه الجمعية الثقافية دائما كل ما يخص الثقافة أو كل ما يعنى بالثقافة، احنا بنتمنى أن شبابنا يكونوا يعني فاعلين، وحضرتك من خيرة الشباب اللي فاعلين بهذه الجمعية. نتحدث عن أهمية، أو نتحدث عن أول شيء عن هذه الجمعية وأهم أنشطتها وأهدافها. تمام. جمعية وعد هي جمعية ثقافية شبابية تأسست ب 2012 بجهود من الشباب الطموح اللي هدفه يعمل تغيير بالمجتمع عن طريق اللي هو تمكين الشباب، عن طريق تفعيل دور التطوع اللي موجود بالبلد، نجعل الشباب واعي مثقف حتى يقدر يعمل حالة تغيير، لأن التغيير ما رح يجي صدفة، ونفس الإشي الواقع تبعنا مش صدفة، فإحنا تغييره لازم إحنا نتعب على حالنا ونعطي يعني نعطي جهد لهذا المجتمع اللي احنا عايشين طبعا فيه. طبعا في كثير شباب مشاركين يعني واعضاء في هذه الجمعيه. تمام. احنا موجود عندنا اعضاء وعندنا متطوعين بهاي الجمعيه، ودائما الباب مفتوح لاي شخص حابب انه يتطوع معنا بهاي الجمعيه. نحكي عن مهرجان فلسطين اللي راح يكون ان شاء الله يوم يعني بكره غدا راح يكون تمام. مهرجان فلسطين، نحكي عن مشاركتكم من خلال الفرقه الشعبيه الخاصه بجمعيه وعد الثقافيه. تمام. هلا بجمعيه وعد احنا عندنا اكثر من نشاط، عندنا مبادره التعليم اللي هي بتاخذ الحيز الاساسي من جهد الجمعيه، احنا بنستهدف اطفال مخيمات بمخيم النصر وعنا بمخيم الحسين. في عنا كمان واحد من المشاريع المهمة اللي هو مشروع الدبكة ومهارات الحياة، عم نأسس فرقة ومدرسة للدبكة موجودة في الأردن بمشاركة فرقة الفنون الشعبية اللي رح تكون العرض تبعهم موجود بكرة، وبالإضافة إلى مؤسسة طمي. وعنا أكثر كمان من مشروع من خلال عنا نادي صيفي للأطفال، وفي عنا برضو نادي القراءة والحكاية، وعنا فتنة استخدام العقل. هلأ بكرة رح يكون في عرض على الساعة 8 بمسرح العلوم التطبيقية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية اللي هي أكيد غنية عن التعريف، راح يكون ضمن مهرجان فلسطين الدولي الرقم 19. هو مهرجان دولي راح يكون بالأردن وبفلسطين وبلبنان. بكرة راح تكون الجولة تبعت الأردن. هلأ هذا المهرجان بتنظيم من مركز الفن الشعبي وبدعم من بنك الأردن ومؤسسة التعاون اللي لهم دور كتير كبير بدعم الثقافة بالأردن. حلو، جميل أن يكون في حتى في مؤسسات، يعني دائما نحن بنستضيف يعني أغلب الجمعيات بكون في هناك عائق للأسف يعني أمامهم اللي هو أنه ما في دعم، ولكن الحمد لله رب العالمين بجمعيتكم هناك دعم، وخصوصا ما يتعلق بالفرق الشعبية والدبكات. يعني أهمية أنه نحيي التراث ونحافظ على تراثنا الشعبي، أنت كشاب اليوم يعني من ضمن بدنا نحكي من منظومة الشباب الجديد والجيل الصاعد، أهمية أنه نتمسك بتراثنا الشعبي وأهمية أنه نحافظ على هذا التراث. طبعا هي أهمية كتير كبيرة، لأنه يعني قد ما عم بحاول البعض والاحتلال أنه يعني يطمس الهوية الفلسطينية أو هوية الشباب نفسها، وبيحاول بكل الطرق وبكل الوسائل، بس عم بيضل الفن هو الوسيلة الراقية واللي بتقدر أنها تكسر كل الحواجز اللي موجودة، وتقدر توصل بالرسالة بطريقة مضبوطة وبطريقة سلسة، وممكن أنها تستقطب ناس أكثر، ويعني بالآخر الفن هو وسيلة من وسائل المقاومة اللي موجودة. طبعاً يعني كنا نحكي أنه دائماً بنحكي أنه هو دائماً إذا بدنا نقاوم مش بس أنه مثلاً بالسلاح أو أنه بالكلمة، وأيضاً الفن طبعاً. الفن رسالة، الفنان هو سفير لبلده، هو سفير للمنطقة بيمثل منطقته. بس خلينا يعني نحكي عن الشباب ويعني وتهافتهم على يعني على الجمعية. يعني هلا احنا عم بنشوف الان على عبر الشاشة من فيديو لفرقة وعد للفنون الشعبية، عم نشوف اغلبهم من الشباب الصغار بالعمر. تمام. عم بنشوف. طيب تحكي لنا شوي عن الشباب واقبالهم على هذه الجمعية. هلا فرقة وعد للفنون الشعبية عندنا فرقة للشباب وعندنا فرقة للبراعم. البراعم تقريبا من عمر 5 سنوات
عم بيجوا عم بتدربوا على 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 الدبكه. هلا الفكره كمان من برنامج الدبكه ومهارات الحياه انه مش احنا بدنا بس اشخاص يكونوا ادائيين انهم يعملوا حركات ويطلعوا فيها على المسرح، احنا الفكره انه بدنا ننشر وعي، بدنا ننشر ثقافه، بدنا نحمل الدبكه شوي المفاهيم الاساسيه اللي هي المفروض انها تكون موجوده طبعاً. لانه بالاخر هو هذا السلاح الوحيد المتبقي طبعا قد ايه بدخل الفرحه لقلوب كل الاشخاص، خصوصا انه تحدثتي انه في عندكم انشطه للاشخاص اللاجئين يعني طبعاً. بكافه المخيمات، قد ايه هذا بيدخل الفرحه؟ خلينا نحكي اكثر عن مهرجان، كيف استعداداتكم بكره للمهرجان؟ يعني الاستعدادات على قدم وساق، ان شاء الله بكره رح يكون على الساعه 8 بجامعه التطبيقيه، رح يكون بمشاركة طبعا فرقة الفنون الشعبية، ورح يكون أول عرض لفرقة وعد، رح يطلع يعني بس تعريف عن فرقة وعد بكرة إن شاء الله. فيعني بتمنى اللي حابب إنه يجي يحضر، لأنه هاي فرصة يعني لا تعوض أكيد. خصوصا إنه هو ضمن المهرجان اللي عم بيحمل هاي السنة شعار إنه 70 عام على النكبة. الهدف إنه إحنا نذكر إنه هذا 70 عام من الفعل الفاشي المستمر ضد الإنسانية تبعتنا، 70 عام وإحنا عم نحاول نحلم بحلم العودة، لأنه بدنا نحاول نذكر إنه قد ما صار وشو ما عمل الاحتلال احنا رح نضلنا مستمرين ومتمسكين أكيد. وما لنا يعني ولا اي شيء الا نستمر بطريق واحد اللي هو نتمسك بحلم العوده اكيد. ونحن دائما كلنا يعني كل الشعب الاردني الى جانب الشعب الفلسطيني أكيد. ونحن معكم قلبا وقالبا ودائما جنبا الى جنب، وان شاء الله يا رب بتتحرر فلسطين وبيعود الله. لهالشعب الفرحه والسعاده، لانه هذا الشعب يعني اذا بدنا نحكي الاردن وفلسطين هم قلب واحد أكيد. شكرا وعد، شكرا جزيلا لانك معي بالاسم، شكرا وسهلاً. لانه من الشباب الطموحين والواعدين اللي عم يعني بتحافظوا على التراث وعم تنشروه، شكرا لكم لاهتمامكم بالموضوع، شكرا كثير، شكرا أهلاً جزيلا أهلاً. شكرا مشاهدينا، خلينا نطلع بفاصل وبعدها بنرجع نكمل معكم حلقتنا، ابقوا معنا.